سعيد مشاهدينا، مرحبا بكم وسهلا معنا كاملين في حلقه جديده ومباشره من برنامج حديث الصباح، وبدايه اسبوع طيبه ومباركه لكم كاملين مشاهدينا. وصباح الخير محمد امين الهادي. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده ومباشره من برنامجكم الصباحي المباشر حديث الصباح. دائما مشاهدينا الكرام نختار مواضيع تلامس اهتماماتكم على اختلاف توجهاتكم على اختلاف اعماركم، وموضوعنا اليوم طبعا من هذه المواضيع المهمه. طبعا سنتعرف اليوم مشاهدينا او نسلط الضوء على تاثير الانترنت والتطبيقات المنتشره بكثره على الاطفال، تاثيرها بالايجاب وتاثيرها ايضا بالسلب على الاطفال، وكيف ينبغي للاسره ان تتعامل مع هذه التطبيقات وتأثيرها على الأطفال. طبعا بشيء من التفصيل سنناقش هذا الموضوع ونسلط عليه الضوء، بالإضافة محمد أمين لفقرات البرنامج المعتادة اللي هي فقرة الخدمات وفقرة بادر تكسب، وأيضا الفقرة المفتوحة دائما على الانتخابات اليومية. وكل هذا مشاهدينا الكرام سنناقشه وستتابعونه بعد فاصل قصير. عدنا لكم مشاهدينا الكرام واهلا بكم. ضيفنا اليوم هو الشيخ ولي محمد ولي الشيخ ولي العالم، رئيس جمعيه افاق الوطنيه لرابطات اباء التلاميذ. اهلا وسهلا ضيفنا. مرحبا. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا بك استاذ الشيخ. طبعا نحن سنتحدث اليوم عن تاثير الانترنت والتطبيقات الكثيرة المنتشرة على الأطفال، على سلوكهم، على تربيتهم إلى آخره. لكن سابق ندخلوا طبعا في الموضوع، نختار ونعرفه من عندكم أستاذ، شنو هي بعد من هو الطفل، وشنو هي الفترة العمرية اللي محصورة فيها الطفولة، وفي أي سن قبال تعود هذه التطبيقات عندها تأثير كبير على الأطفال؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة. الطفل من لو نرجع للاتفاقية اللي 87، أعتقد في 20 أكتوبر 1987، اللي عدلت في جنيف وحضرتها 150 دولة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وافقت عليها نتيجة بنودها كاملة مطابقة للشريعة الإسلامية. وما نصت عليه الشريعة الإسلامية أن البلوغ من 0 إلى 18 سنة عندنا. وبالتالي صبحت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ملتزمة بهذه التعريف بهذا الطفل. وعرفت على انه الطفل يعود من الصفر، عنده فتره الطفوله والطفوله القاعديه والطفوله المدرسيه والمراهقه. هاو المراحل الاربعه كلهم عندها مثلا معامله تخص بالطفل دون المعامله الاخرى، ولا بد له منها. منين اللي يفقدها والله ما يجبرها كامله، يعود يصبح الطفل عنده نقص في الطفولة القاعدية، لا بد من الرعاية. الطفولة من نفسها لا بد من الرعاية، هي فترة 3 أشهر الأولى، لا بد من حنان الأم ولبن الأم ودفء الأم إلى آخر القائمة. ثم بعد ذلك لا يمر من مراحل 3 سنوات اللي هي الطفولة القاعدية، وهو السنوات لا بد له من يجبر فيهم رعاية مثلا خاصة، يبدأ فيها يوعى الأشياء، ويبدأ فيها يعود يسمع، ويبدأ فيه يعود يبدأ هو يتقبل شيء من دون يسول عنه، نتيجة أن الكلام يعود ما بعد عاد يستطاع حتى والله ما ينضج فيه. طبعا أستاذ الشيخ عفوا، نبدأ مع المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الطفولة الصغرى من 0 إلى 5 سنوات، الطفولة القاعدية. من ترى كان هذه المرحلة كان عندها تأثير على الطفل؟ مثلا كان وقاع هو يدرك ويشعر ويتأثر بفعل يعني استخدام الهاتف النقال، يعني من ترى كان هاتف؟ لا بالنسبه يعني 0 إلى 5 سنوات بالنسبه للهاتف النقال ما ياثر عليه، ما هو من بعد 3 سنوات الى 4 راقب. خاصه انه نضيف محور هنا ايضا، خاصه انه الاطفال ذاك اليوم اللي يبكوا عند اهاليهم تلقائيا يمدوا لهم الهاتف يسكتوا به، يجبروا الطفل عنده 4 سنوات ولا 5 يلعب اي طفل يلعب
ناكد لكم اني شفت الاطفال اللي في سن 3 سنوات اللي يعدلوا من لوبسيون، اللي يعدلوا مثلا من العمليات في الهواتف، ما يعدلوا الكبار. فعلا. ولانهم يدخلوا بالمواقع اللي يعودوا هما فيهم الايجابيات وفيهم السلبيات. وهما يختاروا ذوك اللي فيهم السلبيات نتيجه للالعاب والتبعريص ونتيجه ذوك الضيقات اللي يشوفوا والروايات، وطبعا هذا عندهم تاثير. طبعا احنا هون منين نرجعوا لان الانترنت ما نقدروا نعمون ان نقولوا لانه فيه ايجابيات وفيه سلبيات. صحيح. ولكن افضل ايجابياتها من سلبياتها كيف الاشياء كامله. حد لا يستخدمها الايجابيات او يقبل من هذاك اللي هو لي الله. كيف الطفل هناك برنامج يعود لا تدمكي لا أ ب س د لا فباء تاء ثاء إلى آخر القائمة، وهذه البرامج منين اللي يعود عليها الطفل يعود دائما يعدلها في سن مبكرة في سنة 3 سنوات عاد يبدأ يدرك من التاريخ اللي له، ومنين اللي يعود عليها يعود قاع أكثر له وأكثر له التماس. يقر من نعم أستاذ عفوا يقر من صايب قاع للطفل يوجهوا شور هذو البرامج المهمين، يعني هو دائما ما نعتبره في المجتمع الموريتاني الشاسره لا يلابكا ويسكتهم حد بذاك اللي خصوصا قاعد تلفون ما انه ماسين عنها عندها من ذاك من التاثير على نفسيه الطفل اللي بالغ حتى، يعني تاثير اللي قد يعود عنده نتائج في المستقبل وخيم. احنا من تلاقوا الخرص ونعتبروا الطفل هو كل شيء بالنسبه لنا، حد لا يدير معاش ثاني ويعدلوا اولويه على الطفل هذا خاطئ تماما، الطفل هو كل شيء. منين اللي ما نتحافظ على الطفل وتربية الطفل ومستقبل الطفل وحاضر، معناه أننا ما حافظنا على وطننا ولا حافظنا على رسلنا، وبالتالي هذا خطأ يعدله الموريتانيين. ولا بد أن تعود هناك حضانة تتكلف بها الأم، ولا بد أن يعود هناك رعاية تتكلف بها باقي الأسرة الثانية أفرادها، ولا بد من هناك ما يخص بقضية النفقة والكسوة إلى آخر القائمة قائم به البو، هذا حد الإسلام حد الآية الكريمة. هون ضيفنا نختارك مثلا تتكلمنا عن السلبيات اللي تواجه الطفل في هذه وسائل التواصل الحديثة، وخاصة بدء منها بجانب التلفاز بما أنه هو أول هذه الوسائل، هو أيضا عنده تأثيرات من خلال البرامج اللي موجهة من خلال القنوات اللي غير متخصصة. هم الهوائيات هذا عندهم تأثيرهم بالنسبة ما في ذلك التأثير، نفس الشيء بالنسبة للتأثير الإنترنت وخواتها. وهون منين تلاقوا نرجعوا لهم من الإخوان السيطرة على التلفاز، لأن الهوائيات دائما برامجهم محكم فيها تديرها في مرحلة الطفل قاع ما يلحقها، وتعود عندها تليكوماند قد حد يحيده مشفرة أيضا، وبالتالي هي طبعا تقدر تشفرها وثابتة هي ثابتة هي الان. ذا اللي ينقال له وسائل الاتصال الاجتماعي روايه مكافحتها من المستحيل، ما نقدر نقول انها صعبه نقول انها من المستحيل لسبب واحد، لان احنا غارق عندنا الحدود البريه والجويه والبحريه، هي كانت حدود ما قد احترقتهم هي طرقت. عندنا شيء ينقال له البيت منين نقفلوه، هي ما تدخل مع الكوة ولا الباب، معناها انه مستحيل ان نقدر نسيطروا عليها، نسيطروا عليها بروايتين، الروايه الاولى نختار نذكر على ان الطفل يعود في زرك تاكي لابس درا والله مبدو إذا بقيته، وهو ينافق مع العالم كامل في الطرق اللي هم أخطر الخالي، هو في زرق قوى ولابس مبدو، وانت شاكن وراقد هو شاكن وراقد هو ينافق مع العالم كامل، ينافق يعني زاد انه يتواصل معاهم كاملين ويتواصل معاهم بالاشياء كامله اللي خبيثه والسيئه وغيرها، وعلى الطفل انه يختار اللي هو اللي ايجابي نتيجه لانه الخطوره ما يراعي فيها. الطفل مستحيل انه يفهم الخطوره ما هو عقب البلوغ ما هو عقب 18 سنه. من اللي في المراحل كامله هذه 18 سنه اللي يمر بها مراحله الاربعه وسنه ومراحل هذا مستحيل انه الخطر يراعي به. وبالتالي لابد من هلت مسائل كيف لا نسيطر؟ احنا قبيل قلنا ان السيطره مستحيل. بين اللي قلنا للاجواء مفتوحه وكامل الانترنت ما قد يلهم. لكن هناك توجه فقط. لكن هناك نوع من المراقبه هي شنو؟ اولا لا بد من تدخل معاه تعدل معاه المجموعه، ياك الجماعات اللي يدخل هو عليها والله البرامج اللي يدخل عليهم تعود انت عارف، ومنين اللي تشوف فيها الخطوره لا تبدا توجهه هذا ما كذا وهذا ما كذا وهذا ما كذا وهذا ما كذا، هذه واحد. اثنين هو الهاتف اللي كيف الوجبات اللي ينعطوا له، معناه اني لا نعطيك وجبه بالنهار كذا ووجبه باليوم كذا ووجبه بالقدر كذا، وهذا منين يعدلوا حد بمحاوله على انه لا هي لا تعود تستطاع على انك تقد انت من نفسك تصحبه بالشكل اللي يعود لا يتقبل منك اللي لا يدور كامل،
وثانيا ابتعاد عن ابتعاد عن التصادميه مع الاطفال، زاد والله انك تعود مانع من الروايه. بيلي دائما محمد لمين قال عن احب للانسان ما منع، لا اي روايه امتنعت منه تعود قاع هي اللي يصب عليها تركيز الطفل، يعود يحاول يقول انا مثلا لا ترى محكوم في شيء، ويعود دائما شاغل يراقب ذاك اللي منها مستور عنه والله يعني ممنوع منه، لكن يكون هناك توجيه مثلا معقلين. طبعا هذا التوجيه كيف يكون هذا التوجيه؟ هذا التوجيه بسيط وله بسيط، هو كيف لا يتعقلن مع انسان تبعد منه مثلا في عمريه بينك معاه 40 سنه ولا 30 سنه، وانت وصلت لمرحله تقريبا من النضج ولا نضجت ثقافيا واجتماعيا والناحيه العمريه، كيف لا يتكيف مع انسان ما فات نضج؟ وهذا لا بد من ياسر من الذكاء ولا بد من ياسر من الحنكة. وافضل روايه تعدل فيه هو الصحبه مع الطفل، ينسخك وبط وشذا كيفته، هذا هو ارخص شيء تعنيف في التربيه، تعنيف هذا واركاتيه واستخدام العنف اتجاه الاطفال، هو اخطر قضيه تقدمها الاسره الموريتانيه للطفل. وشنو يعني هذا يولد عدم الثقه ما بين الاب والابن، يعني الضرب، التعنيف، التعنيف اللفظي كاع بالخصوص هو الاول به اللي دائما انت شرينا لك تليفون، والله هاي تليفوني تي تنشوفها عندك لا ينعدل لك ونعدل لك وكذا وكذا، وانت لا اي تعود شنو هي الطريقه الواضحه لصحبه الاب مع الابن، الابن يعود فاهمه، يعود مثلا يوجهه بطريقه ذكيه لبقه وفعاله مولي. وأفضل شيء لا يتقابل لا يتوافق معه عليه هو زرع معطاء الحنان وزرع فيه شخصية، لا تعطيه الحنان واني فيك وهاي لله وكذا وكذا وتقبيله وضمه عليه ضمك ضم عليه انه هو مقبول بالحنان، هو مقبول في الأسرة. هذه واحدة. الجانب الثاني توضع فيه ثقة لأنه هو شخص وكذا وكذا، هذه مشي عن أرواقيش ما تتواسى اللي الطفل منين اللي تقولها له، لا يمشي يطرح أسئلة، هل أنا بقنوس، هل أنا حيوان، أنا معناه إني قال يمشي على رواقيش معناه إني ماني منهم، هذه أشياء خطيرة. لماذا أنا ما يعني لماذا أنا والدي والله زاد أبوي والله والدتي تعود مستعرة مني قدام الناس، أنا لماذا إن قال لي قوم هوك على الناس الكبار هكذا يعني هذا نحن ربينا عليه حكما كاملين في غير هذا منين تراجع حسب الخبراء اللي فاتوا مثلا قراونا ووجهونا على التوجيه التكوين اللي عدلنا في قضية الطفل والتعريف بالطفل إلى آخر القائمة، يقولوا لك على أن الطفل اللي يعامل هذا النوع من المعاملة عنده ياسر من الإمارات، وين يعود دائما نحيل هو في جسمه، ويعود دائما ما هو مركز، وتعود ذاكرته مشحونة، ويعود يوما ما فرض عليه ذيك الشحنة اللي لاحق فيه والديه من الكلام الخاسر وما يقدر يرد عليهم، فرض عليه من يفرغها. لكنه يعني يفرغها في حيط يمطحه، وإما صديق له يخبطه، وإما يعود يعني هي ينزوى. سبب يعني هي سبب استاذ في انه يعود الطفل عدائي، يعني طبعا عدائي طبعا مؤثرات عدائي في المدرسه والله عدائي في الشارع والله عدائي مع اقرانه اللي هي من مؤثرات العدوانيه اتجاه الاخرين، او حتى انه لين يكبر اللي هو ما يقدر الوالدين ما يقدر يجاوبهم ما يقدر يجاوبهم يعود عاق ويعود عدل الروايه لا يخزن في ذيك الروايه وحرارتها لا يتم تنزاد لين يشحن حتى لين يشحن لابد ان يخلق الانفجار، هذا الانفجار لابد من يعود اتجاه المعلم، اتجاه حيط يخبطه، اتجاه صديق ويجنى منه، اتجاه ينزوى قد ما يعد شيء من ذلك غير تشوفه منزوي في الجماعة كماش يعني شوفه ينكمش في القسم، شوفه دائما دروسه ما يقدر يتقبلهم، شوفه كسول يوصل من الاشياء، شوفه جسمه ما ينمى، حتى انها عندها تاثير على الجهاز العصبي بالنسبه للانسان. طبعا هو التعنيف يختلف محمد لمين من عنده وجهين، وجه معنوي وجه مادي هو التعنيف. بالنسبه للتعنيف المعنوي اللي انت ما تعرفش وانت ما يظل حد يشتري، يعني اللوم الزائد المتكرر اللي تعود علاقه الاب بالاب الابن لا علاقه اوامر، الاب هو ذاك البعبع خليني نقول لك اللي مخيف للابن، وايضا هذه يعطي الاوامر الى اخره، ما يعود يشعر الطفل بانه مثلا دونيه، يشعر بالدونيه وانه ما هو كيف مثلا اقرانه او اخوته مثلا او اي شيء من هذا القبيل، يعني تاثيرهم اللي هي هي تاثير سلبي، هي كاع ما نعرفه هي كان افضل الضرب ولا الكلام الخاسر، لان الكلمه الخاسره ما تبرأ يبرأ ما تبرأ الضرب منين اللي توفليعته قد يتناسى واعي عليه يتناسى لانه ما يتوسع. طيب الضرب هو اخر مرحله تعدل الانسان ولا ينفيد هنا تجاه مختار العالم يسمعها، لأنك الطفل يتم دائما مخلي له شيء
يخاف منه، كيف لا تقول له ما يتواسى ولا كذا غير من تضربه، هي اقصى درجات العقوبه. ومعناها انه ما تلقى دي، يعني هو جرب يعني اقصى شيء عدته الضرب، الضرب على وعاد هنا تجاه نختار ناكد لان الضرب سلبي كامل، سلبي كامل ما في بون ما في كلمات بمعنى. بالتالي هو لعدت الدور انه يرجع عن هذا، هذا لا يزيد عليه بان العقوبه وصل فيها مرحله قصوى سقف، وبالتالي ما تري قد ما تري تري ينفع بيش. طيب خير تم خليلو نصايح، وان هناك اشياء جاهلها والله ان هناك كذا تردع والله شيء ثاني ما توصل لها يتم يخاف منها، يا غير منين يوصل لها ما تري فهم التأذير عاد عاد لي يتمادى بذاك كان. طيب استاذ ذكرت مثلا محور من محاور التوجيه السيطره على على الانترنت قلت عنه، فم ثلاث محاور والله ثلاث خطوط ذكرت التوجيه مثلا، شنو هذوك هناك المحاور الاثنين الاخرين؟ طبعا هناك التوجيه، هناك انك هذا الطفل اللي ما دخلت معاه قاع بالمواقع اللي هو من نفسه المعتادهم اللهم ذوق ما قد قاع تعرف هو اللي واحد فيه شنو، وما ولا يردوا عليك عفوا وما ولا يردوا عليك، وهما ما قد تكتشف ما ولعت معاه دخلت معاه في المجموعه، منين تدخل معاه في المجموعه عليه تعرف ذو اللي عنده هو بهم اتصالات شنو، ومن يتدرب لابد من تقباه وتنشر امامه وتقول له شوف هذا سلبي من هون وهذا سلبي من هون اللي خليك لي، وراه ما يلا تقول له كلمه ما قلت له خليك لي والله كذا والله، تعطيه كلمه في الحنان معناه انك. لكن هناك خطا طبعا عكس هذا اللي قلت انت استاذ الشيخ، انه العكس عود قاع بعض الاباء يمارس شنو قال له يحس الطفل انه انه متابع والله انه يجسس عليه مثلا، وايضا دائما ما يكتشف ان للاسف يكتشف ان الطفل والله المراهق يدخل بعض المواقع الاباحيه والله زاد داخل مجموعات خطيره، دائما اكتشافه من طرف اولياء الامور يعود عقوبته وخيمه على 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 الطفل، اولا تعنيف منع من الهاتف، يعني دائما ما تعود رده الفعل قاسيه، وفي النهايه لا يعقب يرجع ذاك الطفل الاستخدام أسوأ من الاستخدام الأول اللي كان يعدل. نون لا ما خليتونا نتوسع شوي في التعريف بمراحل الطفل، منين نتوسعوا فيهم لين يخلق الوفاة. طيب تكمل نوصل مرحلة الطفل لمرحلة القاعدة، المرحلة المدرسية هي يبدأ من سنة 6 سنوات إلى 12 سنة. هاو 6 سنوات يخلق فيها الطفل لأنه لا بد من التوجيه ويتقبل فيها التوجيه. يتقبلوا مفهوم الكلمة والسيطرة عليه، السيطرة عليه هي هنا منين اللي تخلق هناك حكمة وعود تعامله معاه تعامل كيف في تنقلنا سلس تعامل الحنان تعامل زرع فيه ثقة زرع فيه الشخصية، هذه الأشياء كاملة والجانب المالي التربوي أساسي، لأن الإنسان يا الله بنعود نيت لا يتكلم دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا قالوا القرآن. ما هذا ينسخك ويوضعك وانت حمار وانت ما تعرف شيء، هذا هو انتم قاع خاسرين انتم جيلكم قاع انتم نحن ايه ما شفتوا ايه شيء نحن كنا هذه واحد. نعم. اثنين لا بد لك من تخرص اصحابه منهما، عن المرء لا تسال واسال عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، منين تعرف اصحابه منهما تصرفاتهم شنو هي وشنو تكوينهم، سابق يعودوا المدرسه كانوا في المحضره كانوا من اهل البدو كانوا من اللي حضر واتصل بهم، يجب عليك انك تتصل باهاليهم. باهالي الاقران. هم جيرانك. ياك ما منحرفين. جيرانك ياك ما عندهم انحراف وتابعهم اللي باللي اهون عليه يتقبل شيء من صديقه من يتقبله من ابويه. صحيح. واهون عليه يتقبله من استاذه من يتقبله من ابويه. مفهوم؟ واهون عليه يتقبله من اخه الكبير له من والديه. لانه دائما يعود هو يخشى اخوه الكبير. من الوالدين لان الوالدين اكثر حنان معاه والروايات اللي كيفته. والاخ الكبير ربما ايضا يقاربه في الامر مثلا يقاربه في الامر يقاربه اللي يقتبس منه اكثر. واحيانا يعود عندهم شيء دون الاسره الاخرى. صحيح. يناقشوه وذوقهم هم وانت تبغي كذا وانت يوم اعطاك 100 وانا كذا وانا كذا. عندهم الداسرين حتى وعندهم ياسر من الجانب الثاني هو انك منين تعرف اصحابه اللي عنده تحذر من ذوك اللي منهم عندهم سلوك شاذ. كيف يحذر مثلا؟ لا يتحذروا منه تقول له هذا ما هو صاحبك وهذا عساك منه وهذا كذا وكذا ونراقب عليه والطفل له دائما المراقبه قفيض عليه ولا تحرك ولا كذا هذا ما يتوسع. ذاك هو سؤالي انه كيف لا هنا لا انا نقدر نمشي شارع مفتوح الدحميس عندك برنامج لا يمشي بك شغل الالعاب كما يفلح الطفل الالاعب والحلو الحلوى
ونمشي معاك اخر النهار شور نستدرو شور الاقراد شور كذا وكذا يا غير ما نقول ماهوش اللي نعدلوا له واول النهار نتاع عندك اللوح يعني زاد عندك اللي تقول زاد استاذ الشيخ عن الشغل وقت الطفل بما هو مفيد. الطفل ما يقعد مقفول عليه الدار لا من الدار للمدرسه المبديه ممنوعه وشعار كبير مكتوب قالوا الاصحاب دائما الاصحاب لا فايده كاملين يعني نزرعوا فيه انه الصحبه ما هي قاعه يعني الاصحاب ما يجروا كاملين ما يلا نعم يعني غايبه عن بعض للاسف الشديد بعض الاباء يعود هو مثلا في مرحله عمريه من عمره والله زاد مرحله معينه ربع لذي الافكار يعود هاي الافكار لا هي يطبقها اليوم باساليب تعود داعية للخوف على ولو مثلا خوف بين اللي احنا اليوم افضل شيء لين نعدلوا هي المراجعه للطفل والبيت. المراجعة مرحلة من المراحل يلا يعود الطفل عاده مجموعة وهذه المجموعة يلا تعود من أصدقاء الجيران كل واحدة منهم عنده ليلة وكل واحدة من الخيام يلا تعود اللي جاية يعودوا يعطوا الدرس ويفسرونهم إلى آخر القائمة. أولا لا هي هم يصطحبوا على الاتجاه الصحيح وثانيا لا يعودوا معلومات الثاني يستفاد منه الآخر. والنقطة الأخرى هو المراقبة عليهم منا كاملين. أنا اللي جيت عندي مراقب عليهم وأنت اللي جيت عندك مراقب عليهم وذاك اللي يتم عنده مراقبة تعاون الناس كاملة في تعاون عليها حتى أنك تعود عندك أسرة مثلا أبويها يا للأسف ما يقرأ وعود جاره اللي عنده متعلم ما يخسر شيء يعاون ابنه يعود مع الابن الثاني ويعود يعطيهم الدرس كاملين إلى عاد اللي واحد منهم عنده قدرة على أنه لا يعود الجار معلم يجي في السوايع في المنزل ما يخسر شيء لجاره ملي قبله داره معاه واستفاد منه تعاونوا زاد على التعاون على التعاون والتكافل الاجتماعي. يغير أول ما نخرصهم السلوكيات إذا كان سلوك هذا الطفل إذا كان محمودا إذا كان متوسط إذا كان غير ونعاونهم اللي الآخر في التربية لأن يعني منين يخلق ولا نقول مثله لأنه المدرسة ما هي وحدها اللي تعلم الطفل هو المدرسة يعطي فيها لا 6 ساعات من السنة الدراسية يا غير 18 ساعة من 24 ساعة لا يعطيها في البيت من درى البيت شو أعطاه منين أعطاه الحنان والأكل والشرب والتدفئة والبرودة وقت البرودة طبعا هذا قطعا والمراجعة سوايع محددة يعود عنده سوايع محددة ويعلم مثلا بالنظام مازال في سن مبكرة انت عندك دفاترك اللي تطرحهم هون مرحبا بيك كيف لا ينودعك كيف لا يستقبلك في المدرسة عندك ساعتين للمراجعة عندك ساعة فيلم تاريخي لا ينعطيه لك يقول لك بين الهوائيات ولا بدال من ذلك عندك الانترنت لا ينفتح لك فيها هذا غير هذا وهذا ما هم واحد هذا خطير جدا وعدروه لك اعدائك اياك يعدروا اعدائي انا واعداء باتك ودولتك ترى نزرع في هذا النوع من المراد وذلك طيب استاذ الشيخ هو مثلا ربما هذا اقرب للمثاليه اكثر اذا كنا واقعيين لانه البعض مثلا يقول انه هذاك ياسر من فريق الوقت انه الاب مثلا والله الام تم تتابع الطفل من اول النهار الى عقاب النهار الى اخر الليل والمشي معاه مثلا ذكرت يعني ما فهم استشعار الحجم اهميه الاستثمار في الطفل مثلا زاد انه ترتيب الاولويات أنا نرجع ونعل كيف قلت في البداية على أن الطفل هو كل شيء. إذا أنه الناس لا يتعامل الطفل على أنه لا جزء محور حياته الأب والأم، محور حياتهم. طبعاً. إحنا كاملين الله كاتب يالتنا نعود ونشتغلوا ونحلموا ونعدلوا الأسر ونعدلوا هذا من أجل إيش؟ من أجل الطفل. أجل خلق جيل هذا الطفل يعني. منين اللي ما نربوه؟ هو أصعب الخالق هو تربيته. الحصول عليه شيء. غير تربيته شيء اخر هو الاهم. منين اللي ربوه تربيه صالحه؟ ربيناه الوطن كامل وقد يصلح وقد يتراسوا يعدل ويصلحوا كامل. منين ربوه تربيه فاسده؟ لا هي اليوم يعدل جريمه في كي هيجي ويعدل ليل تغدى جريمه في زويرات ويجاور مع اصحابه همات اياها والله واحدين لا يطري صحبه جديده ويعلمهم نفس الشيء وتعود لنا اصابه. طبعا سيرهق المجتمع طبعا لا يرهق المجتمع عالي على المجتمع في المستقبل لا يهدد واحد في نومه في بيته لا يهدد واحد في ماله لا يهدد واحد في امنه وبالتالي منين اللي نصلحوهم واللي هو ذاك اللي يصطحب معاه من التركه كامل اللي يبدا هو يجذب شعوره ووجهه ولا نعود احنا شاركنا بنيان وطننا ولا نعود ما حصلنا على الاولاد بل الاولاد اللي صالحين واصلح لي ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. والانبياء منين اللي طلبوا الله تبارك وتعالى طلبوا ذريه معناها ان الذريه مهمه حتى اللي طلبوها الانبياء. غير مولي لا بد من ذريه صالحه طلبوا على ان يصلح الله تبارك وتعالى هذه الذريه. واصلاحها باش
هو توجيهها على الطريق الصحيح، هو معطاها كل شيء وجعلها انها اولويه، ما يقول حد انا اليوم اولويتي عملي وانا اترك اولادي، انت عملك من دائما لابن ما هو صالح، انت تشتغل من اجل ايش؟ من اجل الابن. دائما دائما استاذ الشيخ نجبر بعض الاباء مثلا يبرر يقول لك انا ما بخلت شيء، والله الا قريت المحاضره، والله الا قريت المدرسه وزقلت عليه وعدلت وعدلت، يا غير الاصحاب عدلوا له كذا، يعني برايك ذا النوع من التبريرات ناتج عن ايش؟ يعني ناتج عن الوالد كان يعطي الفضه مثلا يمول الطفل ما يصرف عليه، يقال ما في متابعه. هو المسؤوليه ما تجزا. والد ايتم هو المسؤول. والمسؤوليه دارها الله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنه. يرضعن اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتمرض ضاعت وعلى المولود له للي ولد له اللي هو الرجل. رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعليه كسوته ورزقه وحياته وسكنه وقرايته. ومنين نرجع للحديث؟ ان قال ان الانسان يولد على الفطره، كل مولود يولد على الفطره. فابواه يهودانه او ينصرانه او ينجسانه او كما قال صلى الله عليه وسلم. معناها ان الابو جعلت الشريعه الاسلاميه مسؤول بالدرجه الاولى. ولا منين يقول انا قريت وعدلت وكذا وكذا، المسؤوليه لا تمت انت منين، هي القرايه هذه اللي عندك بدون تربيه تعود ناقصه 70%. وقطع عدلنا نقاش مع بعض من الناس اللي متخصص في شيء قالوا تعليم، اللي هو وجدنا على ان الطفل يعود ما هو يعود هو بنفسه ما هو يجيب ولا هو مربي. هذا قاعد لا يجبر من نقاط قليل ولا لا يتقبل من المدرسه ما هو ياسر حتى. يا غير منين يعود مهذب يفكرك يعود مستوياته هم حدين شبه منه مستوى، دائما يجبر هو النقاط على ادبه وعلى انضباطه وعلى انضباطه في جميع المجالات، انضباطه في الصفه اللي يطلع بها وفي الوقت مواظبته على الوقت، انضباطيته في القسم، انضباطيته في دفاتر وفي هندام وفي سلوك وفي السلوك كامل، وكيف لا يقطع. وهذا غرك الاباء لاباهم هم اللي علموه له. تبني الله انت تعلمه كيف يمشي في الشارع، انه ما يمشي هو سطو يمشي الا في جنبات الطريق. يعني استاذ الشيخ تكلمت قبيل عن 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 ملاحظه مهمه، وهي ان بعض الاطفال دائما ما انه نتيجه لتراكم ذاك التعنيف المعنوي اللي يجبره في البيت من طرف الاباء دائما ما ينعكس على 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 ادائهم، يعودوا في الفصل عندهم فرط في الحركه، عندهم عدائيه. في هذه الحالات دائما ما تنصح اولياء الامور به؟ حد مثلا من الاطفال عنده هذه الحاله؟ لانهم يتداركوا الامر، يتداركوا الامر سبب بلوغ الطفل لسن المراهقه، والمراهقه ما وفتنا وصلنا لها. المراهقه حدث طيب لكن انا اسالوا عنها انه شنو هو الجانب مثلا اللي بالنسبه للمراهقين دائما معامله معهم اصعب هم زاد، لانهم في سن معينه يشكوا عنهم لحقوا سن النضوج، والله النضج، وينفتحوا على عالم جديد، لانه قليل المراهق اليوم ما عنده حساب مثلا في واحد من مواقع التواصل الاجتماعي. كيف لا تعود مراقبته؟ هي مراقبته هون احنا قلنا انه منين يوصل من عند سن المدرسه اللي هي 6 سنوات الى 12 سنه. هذه وها جابوا الحديث ارعوهم ل 70 هي من عند صفر الى 7 سنوات. وانصحوهم ويقولوا في واحدين اضربوهم ل 70 هي 14 سنة وهو سن المراهقة. ولا بد من نصطحبهم ل 70 اللي هي 21 سنة. سن المراهقة مثلا يلحقوها عاد شنو قال مفترق الطرق. إما خير وإما شر. ولا فهم طريق ثالث. ما فهم طريق ثالث. لأن الطفل يشعر أولا لأن خلاياه المنوية لا تبدأ تتفجر في شنو قالوا الأعصاب. الجهاز العصبي اللي عنده تصبح تطرال نشاط وقوه وطاقه ما كان عنده. طبعا تغييرات فيزيولوجيه على الجسم، جسم الطفل يبدا بصوت يعود خشن شوي، يبدا الى اخره من الامور. غير هنا اذا كان الطفل مثلا عنده هذه هذا المشكله اللي قلت لك قبيل قضيه انه تفضل استاذ كاسه عنده هذه المساله محمد الامين دائما ما ينقال لك هذا عاد خليني نقول لك هذا عاد تخيلوا انه عاد كبير واخره وانه عاد طارئ له شخصيه تعامل جديد صوته صوته بدا يخشن والى اخره. يعني دائما ما نجبروه
أكثرية وقتهم على الآباء لا في الصراع والله أنه يحاول أنه يثبت ذاته في الدار إلى آخره من الأمور. طبعا هو ما تعاد يتصور لأنه الطاقة اللي طرات له كيف تنقلنا وتوقفنا عنده لأنه هو من نفسه عاد قد شيء عاد قد يدار مصور لي يخبطها لي دق دق وعاد مستقل هي عنده استقلالية وعاد قد يمشي ومنين اللي يدخل الفضاء قد يشتغل وقد يقلع من واحد وقد عنده ياسر من التفكير مثلا اللي يخلي غير هذا الأول ما نعدله هو صاحبه يعطيك تصطحب معاه يالتلبو ولم يصطحبوا معاه يصطحبوا معاه في كل شيء ما في محظورات مثلا ما في محظورات اجتماعية ما في محظورات ربما مثلا تراتبية السن والله زاد تحسيسه زاد انه هو لا مازال صغير في عيون الوالدين لا 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 تحسيسه ينقال عن العين مات على الحاجب يا غير مولي الوالدين دائما خصوصا الامهات دائما يتموا لا مهما كبر الطفل مهما كبر ولدهم لا يتم لا في عين تحت السيطرة صغير والله تحت السيطرة لا 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 احنا الاول ما قلنا ان التعامل مع الطفل يجب علينا يعود زرع فيه الثقة اولا والحنان حط مطار الحنان وزرع فيه الثقة زرع فيه الثقة ما تقول له تزرع في حد وانت تقول له انه صبي والله تقول له انه طفيل صغير والله تعامله على انه طفيل صغير ترى يتعامله على انه انسان مسؤول يا غير في داخلك انت تعرف على انه ما توصل لمرحلة النضج ده واضح ولا ما بديك يسلمك وانت ولدنا الكبير وانت ولدنا الوسط وانت لا يتعدل لنا وانت واي لا يقعد لي وانا يقلك لي وكذا وكذا ومعطار الحلويات ناقش معاه ولا في لا يا الله حد يذكر له ميته بيا ولا يعطيها ولا يعطيها غير علاش لماذا؟ لانه منين تعطيها ولا يتعلم الكذب يقولون ابوه خداع يعني يعود يتعلم الخداع منين يعود البو تجي منه وقال لك اللي شاف الصغير عند الكبير منين يعود البو يخادع ويعطي المواعد الكاذبه هو لا يتم يعطي المواعد الكاذبه ويخادع تلقائيا لا يتربى على السلوك والله منه وهذا هو الخسر الخالد راينا هنا اعطيك ميتوقيه والصبح نشتري لك دراعه هذا ما الله يخليك ما يعد لا يعد لكن هذا منتشر عند الاباء طبعا منتشر وهي ظاهره سيئه اسمحوا لي بالعباره هذه يلا انت ما تخلق لان تاثيرها على الطفل الا هذا هو انت كذبت علي يعني تعلمان الكذب انت خدعتني يعني تعلمان الخداع يا غير انا المية منين نجبرها ان شاء الله ولا نعرف انت لا نعطيها لك ومنين اللي مودي يجي نجبر الفرصه لا يشيل لك دراعه زينه وكذا وكذا ولا تعطيه ميعاد يا غير ملي منين تجبرها عدل له الشيء من ذاك اللي قط قلت له قول له شو هذا هو عدل بينا اللي جبرنا ومنين نوصل للمرحله الاخرى ان شاء الله وندور نعدل له يا غير بالمقابل انت ملي عدل لي انا هذا اسمنا فلان لانه سلوكه ما هم زينه اللي عاد عنده صديق والله شيء السك من هذا ذاك الموقع شو راعي وهي نعته له هذا الموقع السك منه لانه بالمقابل ما هو صالحك ولا يوصلك للطريق ما هي صالحه منحرفه وانت على الطريق اج كبير ويعطيك تعود تعدل لا شيء صالح ويعطيك تمشي مشينا احنا شو انا ذي كبير ما نخرص النوع وانت تريد تكبر وتعود كيفته وشو هذا ملي اللي له كيفته ما يعطيك تعدله هذا البرنامج هذا ركاتيه اقبل هذا منه ساعه غير هذا الاخر اي شيء من قرايته بجانب الاخر وهو الاهم على انك تتابعوا شهر المدرسه. بيلي احنا ذاك اولادنا يجي واحد وسجلوا عند يوم واحد في اكتوبر. هنا قاعد نتاخروا يواجع الى 15 و16. يعني النهار اللي سجلوا نهار الافتتاح دائما عندنا فيه مشكله يعني دائما ما نعتبره مهم. هي غير قاعد ذاك ما هو الوعد، انا الوعد عندي في طيلة السنه كامله ما فينا واحد يوقف المدرسه. اذا كان المهم انه التسجيل قاسه والله ما قاسه. شهر ويتم يجي خلاص انت يلا اسبوعيا. لا يتم تزور المدرسة شايفك ما تخسرش يعود شايفك على انك تزور المدرسة هو ما تري لا يتعاقبوك ولا هو يقد يمشي وهذا شفناه في ياسر من الحالات هو الطفل كيف قلنا قبيل في البداية على انه الخطر ما يشعر به ويمشي لمنتصف الطريق يجبر صويحبو فتبدا صويحبو هاي التصغير بعد اللام حجربوا بها سمحوا لي بالعبارة اذا رعلو فتبدا في شنقالو تسرب المدرسة اذا رعلو ويقول له هاي نمشوا نلعبوا والله نرجع له يقول اللي قراي ما طلع والله يدلوا على مثلا مكان معين القراي ما يعودوا جو راجعين انتم مارك يقولوا القراي ما طلع يقول دائما استاذ دائما هذه المرحله قبال دائما يعود التدخين فيها عند خصوصا عند المراهقين تعود هي بدايه التدخين عندهم بما انهم طبعا عاد طاري لهم جو جديد ومرحله عمريه جديده كما قلت انها مفترق طرق مثلا بالنسبة لحد كامل عنده إشي عنده طفل في هذه المرحلة مثلا خايف عليه من هذه المسائل
ما يختار يسبب في تعنيف الطفل، شنو يعني الاسلوب الامثل انه يعود عنده تحسين من ضد التدخين والتسرب المدرسي؟ طبعا التدخين ظاهره سيئه، يسمحوا لي بعد اقول لي دخن، ظاهره سيئه يجب التغلب عليها. غير هون نرجع شوي ونذكر لما يعود الاب يدخن، والله الام والله حد من الاسره لا يلوم الطفل ابنائه على الكمين، غير تجبر 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 اب اب اسره يتحسر على انه ولو يكمي، شاف ولو يكمي وشينا عنده، هو يعود يرسله كان مازال صغير سجاريت، وهو أيوة. طبعا هذا الاب قدوه، هذا من تاثيراتك يا اب، هذا من سلوكك يا اب. اذا انه هو الى عاد مثلا اب قاع ما يكمي ويمارس الكمية فيتقدرها لها الله، ولا يبقي مثلا ابنائه يتعلموا ذا السلوك السيء، كيف مثلا تم يكميها على السترة؟ والله يكميها على السترة او مثلا عار عليك اذا فعل تعظيم اذا كان رب البيت للدف ضاربه. جواب هذا تنهى عن خلق وتاتي يمثله، عار عليك اذا فعل تعظيم. هو فقد الشيء لا يعطي، لازم هو يترك، لازم بعد يقوم نفسه يتركه، يقوم نفسه اولا. اترك التدخين لانه ظاهره سيئه ويتركها عنه للاسف، وبسبب تتركه انت ما تقدر تفرض على الاخرين، يعود نجبر واحد يبطوه هاي الشيء ويقول له انت حتى انت تكمي، قد ما يقول احد يعني يقول حتى انت تكمي، انت تتعد ماده وتفطني انا اني ما نعمل. كيف يقتنع بالطفل؟ انت وصلت، انت وصلت لمرحله النضج وعرفت على الخطوره مخاطرها كامله، تعرف ولا تعرف منهم شيء، تعرفهم كاملين قاعد تعرف منهم شيء. هو الطفل الصقع الخطر ما يراح فيه ولا يعرف مخاطره شنو في البدايه، بالتالي يجب على الاب بعد قاع اول انه يترك التدخين من اجل كانوا يزرع في الطفل والله يقولون على انه التدخين ما يتوس. تو من تعود انت تتعمل الماده والطفل لا يتنهي عنها، لا هذا خطا. الطفل قاع في البدايه لا تعود له كانه هوايه، كانه شيء جديد. هو الطفل هنا تجاه لا يشاكي على ان الكميه هذه انها من الشيم الكبار. ايه فعلا. فهمت. وهم انه يعودوا من الكبار. دليل على المسؤوليه ودليل على النضج ودليل على الوعي والتحضر الى اخره من الامور. استاذ الشيخ نرجعوا للتطبيقات، نرجعوا يعني الجانب المفيد من التطبيقات اللي على الله، واستخدام الانترنت بشكل عام بالنسبه للاطفال. مدرا كان فهم برامج، مدرا كان فهم تطبيقات ممكن يعني انه يعودوا الاباء مشرفين عليها، والله موفرينها زاد للابناء في هذه الفتره من الزمن، والله في هذا العصر. هو من بعد شوي نستسمح من الناس اللي تدخن باط، لانه نجلس مع كلام كانوا يقولوا يقول واحد ينظرك اني ماني تاري الحمد لله، غير بعد نختار نقول ان المثل يقول اسمع قول مبكي هناك لازم اسمع قول مضحك هناك، هذا مثل شعبي ويشو. وراني بعد معتذر، مقدم اعتذاري التام لهم. بالرجوع لسؤالكم، احنا من تهون خرص وجوجل اللي عندك نقابلوا الفقيه الاكبر، هذا اسم من الاسماء اللي فات عادي ما شالوا عادي، ما ترود النازله وركات اياها الا نادرا ما جبرتها فيه. معناه انك منين اللي تقبل فيه تفسير القران، اللي تجبر تفسير القران، اللي اجبرت فيه النحو، تتود للنحو واللغه لا تجبرهم فيه، يعني بحر ما قرر الرياضيات، تتود الرياضيات والمعادلات كامله والاشكال الهندسيه والاشياء كامله اللي يلا الطفل بحاجه لها تجبرهم. المستجدات العلميه كلها طبعا، المستجدات العلميه، وهذا شيء مهم منه حتى يقير. منين تعود انت اب؟ حاول على انك تقبض للطفل لا معادله قاع رياضيه، تقبض له معادله علميه، تقبض له قواعد مثلا فقهيه، تقبض له قواعد نحويه. هذا منين تقبض به ويلهيه وتبدا تعدل هوايته من البدايه، تعود احسنت واستخدمت هذه يلهيه. هذه زين عندي عنك استاذ الشيخ، انك تكلمت عن هذه يلهيه بيلي، دائما هو العلم ثقيل معروف زاد انه ياسر منه ما فيها، غير طريقه ايصاله هي اللي عليها الرهان. مثلا طريقه ايصال المعلومه باسلوب يعود مرن واسلوب شيق ومغلفه بقالب من التسليه ترفيهي. مثلا انا اللي عدت مثلا نقدم دروس للاطفال بطريقه جامده، والله بطريقه مثلا ما هي ذيك الطريقه اللي هي يبقوها هما، دائما نجبروا بعض التلاميذ يعود طايح في العربيه ولا طايح في ماده اساسيه كيف الرياضيات الى اخره العلوم، نتيجه لان الاستاذ الموصل لهذه الماده انه ما قد يوصلها باسلوب، يعني عادوا التلاميذ ما هي محببه عندهم، يتقيبوا عنها، نتائجهم فيها متدنيه جدا. يعني جاي عن لابد من عود الموصل، هذا هون لابد من دور الاب، هو منين يفقد المراجعه في البيت،
ويجبر المدرسه تعطي استاذ يجيب دوره كامل، ليتما لا فهم شلل. يعني ما فهم خلل، ما فات عود فهم شلل وتو شلل مثلا في مستوى هو التعليمي، ولابد من تدني مستويات ناتج عن مسالتين، واحده الاقتضاض، واحده عدم المراجعه في البيت، وطبعا عدم ايصال عدم توصيل الاستاذ للماده للمتعلم. هو هناك المتعلم، هم هناك دعائم، هناك المعلم والمتعلم والبيت والوزاره. هناك الوزاره معنيه بشي قالوا الوصايه والمنهجيه وتوفير شي قالوا البنى التحتيه والوسط المدرسي، وهناك المعلم هو اللي يوفر الدرس ويعود يحضروا هناك الليل ويجيبوا كيفيه الله يوصلوا بها، ذاك جانب فني يجب عليه على انه يعود يتقنوا. يعني هي حلقه عود هنا نعم. الناحيه الاجتماعيه عود موفر له كل شيء، كان يعود هو من نفسه مستراح، عود ما يسال طيب يديه يسالوه، وامور البيت مثلا مهشيه وعنده حد غايب وكل شيء متناظر، كان يعود ذهنيا قد يوصل نعم. وبالتالي الطفل مولي يلا يعود ماشي مصطبح، يلا يعود عنده ثياب ومتناظره ونعايله يعود من نوع واحد، ولا اللي يدخل في الوسط المدرسي ما يلا يعود الدرس متقعر والطوائف الطاولات متهشمه والنوافذ يحركوا عليه، وهم اجعاز الى جاء للبيت مولي يلا يستقبل استقبال الابطال في البيت، طرح دفاترك وني فيك نشوف اليوم درسك وخرص التاريخ اللي كانوا قاعد الدرس والله ما حد والاعتناء به الاعتناء به هو هاي منين تشرب وتوكل وتعطي شوي وهاي راجع لدرسك وشوف اللي اللي فيه قول لي اللي قريته اليوم هذا قلبنا هذا قلبنا شوف هذا ما نعرف تفسيره يقل حنين راي هذا المخ اللي ينخرصه احنا عندنا هون الماده كذا النحو كذا كذا راعي يعني تعود انت دليل ارشاد له هو في استخدام الانترنت بطريقه غير مباشره طيب غير هون انت هون لا تعود رجاج كبير غير تعود طفيل صغير عايش معاه نفس تعدلوا عمليه رقص وتعدلوا نوع من الحركات اللي هو يفهم بها هذا ويمشي معك نعم استاذ صحيح. الشيخ والمحمد والشيخ والعالم شكرا جزيلا لك طبعا انت رئيس جمعيه الآفاق الوطنية لرابطه اباء والطلاب تلاميذ مرحبا بك وسهلا وشرفتنا طبعا وكان النقاش محمد الامين شيق فعلا معك. كان شيق وكان مثمر ونتمنى ان يعود مشاهدينا الكرام استمتعوا بهذه التوصيات وايضا الاطفال اللي مخيوف عليهم والله زاد ندور لهم سلوك يعود حسن ومعامله حسنه مع مواقع التواصل الاجتماعي الجديده. مشاهدينا الكرام حلقتنا متواصله لكن فقراتنا ستكون متواصله ايضا بعد فاصل قصير. عدنا لكم مشاهدينا الكرام في برنامج حديث الصباح ومحمد أمين وصلنا الآن إلى الفقرة الخاصة بالانتخابات نافذة يومية مشاهدينا الكرام نتابعها في هذا البرنامج بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة نتابع الأعمال والمعدات التي تقدمها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار التحضير للاختراع اختراع 22 يونيو الجاري. إذا نتابع هذا التقرير من إعداد الزميل قريني والمهم. التنافس بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية لكسب ود الناخب وفق ضوابط وضعها المشرع الموريتاني، إذ تنص المادة السادسة من القانون النظامي رقم 028/2012 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 بإلزامية افتتاح الحملة الانتخابية قبل تاريخ الشوط الأول ب15 يوما واختتامها غداة يوم الاقتراع.
تحدد المراسيم المنظمة للجنة الانتخابية للرئاسية توقيت إيداع برامج المرشحين، وتوضح أنه يجب على كل مرشح أن يودع لدى هيئة اللجنة الانتخابية المختصة ترابيا برنامجه الانتخابي الكامل 5 أيام من بدء الحملة الانتخابية. وتبين المراسيم المطبقة للقانون النظامي المتعلق بالانتخابات الرئاسية آليات تسليم الأوصال للمترشحين، وتحدد أدوار اللجنة الانتخابية والسلطات الإدارية في سير الحملات. كما تتطرق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة على الانتخابات الرئاسية للمساطر المتبعة من أجل تنظيم الاجتماعات الانتخابية وفتح المكاتب الانتخابية لكل مرشح. ويبذل المرشحون قصارى جهدهم في استمالة الناخبين خلال الحملات الانتخابية، فالدعاية ووضوح البرامج الانتخابية هي الضامن للنجاح في انتخابات حاسمة في تاريخ موريتانيا. إذا المشاهدين الكرام، عدنا لكم وطبعا تابعنا هذا التقرير عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولا زلنا نعيش على وقع الحملة الانتخابية والتنافس بين المرشحين. يوم 22 من يونيو، يوم السبت المقبل إن شاء الله، سيكون يوم الاقتراع يا محمد رمي. فعلا، ونتمنى أن تتم هذه العملية وهذا العرس الانتخابي في جو مريح وفي جو من الأطباع من السلم طبعاً فعلا فعلا، الأمن ويكون والأمان. تنافس إيجابي وتنافس إيجابي. مشاهدينا الكرام، فقرتنا متواصلة معكم. الآن نصل لفقرة خدمات، وهي الفقرة التي نتصل بها بجهات الصحة وجهات الأرصاد الجوية، لكن الآن مع فقرة الصحة. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام. الآن وصلنا إلى فقرة الصحة، وهي الفقرة التي نتصل بها بالأستاذ عبد القادر والأحمد، المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الصحة. نربط الاتصال إذا كان جاهز. نعم جاهز. حمزة الإطار طبعا تجهيز. هذا الاتصال جاهز، ونربط الاتصال بعبد القادر والأحمد للتعرف على الحالة الصحية العامة. صباح الخير أستاذ عبد القادر. صباح الخير أستاذ عبد القادر، إذا كنت تسمعنا طبعا للتعرف على الحالة الصحية. معاكم. صباح الخير أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا وسهلا. مساء في اطار حمزه في قادر، مع دخول فصل الصيف، كيف هي الحاله الصحيه العامه؟ هل تاثرت بفعل تداخل المناخ؟ شكرا على الاستضافه ومشاهدين صباح الخير. اذا كما هو الحمد لله عادي، لم تسجل أي حالات غير عادية، لا أوبئة ولا حالات صحية عامة. الوضعية الصحية بالنسبة للتراب الوطني حسب المصالح المختصة، نعم، لا يوجد فيها الحمد لله وباء ولا أي حالات صحية، فقط هو في تغير المناخ. تقع هناك احتراسات يجب أن تتوخاها الناس، خاصة الناس أصحاب البوادي الآن، وهناك بعض جو هذه الحملة. أهم شيء اللي نتوخاه في الحذر هو خدمات وضربات الشمس، وكذلك أيضا المسائل المتعلقة بالمناخ الحراري وهي الإسهالات، ونطلب من المواطنين توخي الحذر، خاصة الابتعاد من الأماكن الخالية والجبلية والتعرض للشمس خاصة في أوقات الذروة، وأيضا نطالبهم بالنظافة اللازمة في الأوقات المحددة قبل الطعام وبعد خروجنا المرحاض، وهذه هي النصائح العامة في هذه الفترة. شكرا لك سيد عبد القادر. شكرا لك، شكرا على هذه المشاركة.
طبعا ذكر عبد القادر الاحمد مجموعه من النصائح، وهي ان تكون هناك وقايه او ان تتقي الناس ضربات الشمس بفعل ارتفاع درجات الحراره، كذلك النظافه، غسل اليدين عند الخروج او دخول المرحاض طبعا، وايضا يعني الاماكن العامه دائما ما تكون هناك اختلاط وايضا التقاط بعض الامراض مثل الانفلونزا الى اخره من الامور. كذلك هناك ايضا خطوره الذباب في نقل الامراض وضروره النظافه، نظافه المحيط، نظافه البيوت الى اخره من الامور، كلها امور مطلوبه وضروريه. الان محمد لمين، الان نصل الى فقره خدمات مشاهدينا طبعا الكرام. ريثما تجهز يا محمد لمين، يجهز الاتصال بالارصاد الجويه. نتعرف على حاله الطقس، وكما ذكرنا ان فعلا بدا الصيف يرخي سدوله او بدا ينذر بقدوم فعلا مشاهد مثلا او ملاحظ بعض ارتفاع درجه الحراره خاصه في الولايات الولايات الداخليه. ونتمنى طبعا للمشاهدين الكرام نهايه الصيف، نهايه هذا الصيف وعلى خير، وانه مثلا طبعا بعض المناطق الشماليه الان يستمتعون بالقيطنه، القيطنه على وقع الحمله الانتخابيه. هذا شيء سيكون مميز. عرس جو مميز، وطبعا ان شاء الله نلتحق بهم حمزه ان شاء الله. لكن بعد ان شاء الله هو بعد انتهاء ان شاء الله هو الانتخابات الرئاسيه اللي قلنا ان شاء الله يوم الاقتراع سيكون يوم السبت المقبل ان شاء الله. وطبعا ايام الحمله الانتخابيه كانت الحمد لله صارت في جو من التنافس الايجابي بين المرشحين. على كل حال الاتصال جاهز بهيئه الوطنيه للارصاد الجويه، ومعنا من هناك السيده حينا. السلام عليكم، صباح الخير. صباحكم سعيد، انا للاسف ما نمت سامعه تبر. اهلا وسهلا، راجعكم سامعينك. تفضلي يا استاذه حينا، ما هي ابرز التوقعات؟ لا عندنا سامعه فوق حتى بيناتكم الحاله الجويه العامه. الحاله الجويه العامه ان شاء الله تتميز بارتفاع طبعا لدرجات الحراره بما ان الفصل الصيف، وبالنسبه للرياح اللي هي تعود شماليه شرقيه معتدله السرعه، تزايد سرعتها على كل منطقتين سرعه قابل لدراكنه خلال داخل الوادي بويشيري وادراك، هي ادي لها تزايد نفع الزمشل من القبره المسينه عند هذه المناطق. ولين تعود لين داحوا كذلك مرور شبه الجزائريه بالقرب من قرقل مرورا بشمال العصابه والحوضين. بالنسبه للبحر حيعود قليل الاضطراب على طول السواحل، والموج البحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، وارتفاع الموج تراوح ما بين 6.5 الى 1.25. بالنسبه لدرجات الحراره المطلقه اليوم اللي تعود على النواك شنو 27 39 درجه. الو، نصائح للمشاهدين خاصة في هذا الجو الحار. بالنسبة لدرجات الحرارة بصفة عامة، راجع إن شاء الله راكم تعودوا سامعيني بيدي يعني سامع. شكرا جزيلا لك. درجات الحرارة المتوقعة عموما اللي هي تعود خلال 24 ساعة، تنزل تعود 19 درجة، وبدرات 45 درجة، ونشيري 26 مثلا 40 درجة، والسلاح 32 45 درجة، وراكنا 36 46 درجة، وقرقل 34 إلى 47 درجة، قدما 29 إلى 44 درجة، والعصابة 34 إلى 46 درجة، تقيانس 30 45 درجة، والحوضين 33 44 درجة. بالنسبة لمدينة الواكشوط راهي تعود متوقعة عليها 25 39 درجة، والوالد 28 درجة. استني ماني سامعتكم ان شاء الله راجعكم تعودوا سامعين. طبعا نحن نستمع اليك بشكل واضح حينا، شكرا جزيلا لك، استمعنا اليك بشكل جيد، شكرا لك على هذه المعلومات وهذه التوقعات، توقعات احوال الطقس. محمد لمين، يبدو ان الصيف فعلا بدا يبلغ الذروه، على كل حال نتمنى وان شاء الله تعود صيفا مباركا وقضى على جميع الموريتانيين في كل شبر، وانها تعود ايضا مولي بداية إن شاء الله للخريف جميل ومبشر إن شاء الله إن شاء الله، ويعود فم تهاطل إن شاء الله، الكميات معتبرة
من الأمطار إن شاء الله على عموم التراب الوطني. وصلنا لختام الحلقة اليوم محمد. فعلاً فعلاً حمزة. مشاهدينا الكرام نتمنى أن الفقرات الحلقة تعود عجبتكم كاملين بما فيها نقاش موضوعنا الرئيسي اللي كان يتعلق بخطورة الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة على الأطفال. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فريق البرنامج يحييكم وشكراً لكم وإلى اللقاء.